نشرة الأخبار الرئيسة من يو تي في وأبدوها بالعناوين. التظاهرات المطلبية تتسع والناصرية تذكي شرارة الاحتجاج الموسمي وتبكر النزول إلى الشارع. عقدة الكهرباء تعقد مهمة حكومات الخدمات. الخارجية الأمريكية تتوعد بمحاسبة المعتدين على قواتها في العراق. بغداد وواشنطن تناقشان مجريات حوار اللجنة العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي. الحكومة الاتحادية والأمم المتحدة تدعمان إجراء انتخابات كردستان. البارتي يقرر المشاركة بعد تسوية المسائل الخلافية وتحديد موعد الاقتراع. يو تي في تحصي حرب العراق ضد المخدرات في نصف عام. تفكيك أكثر من 200 شبكة متاجرة وضبط 1700 كيلوغرام من المحظورات. التفاصيل بعد قليل. ونبدأ من التظاهرات، حيث أغلق متظاهرون في الناصرية دوائر الحكم المحلي احتجاجا على تردي تجهيز الكهرباء. مراسل يو تي في قال إن المحتجين أغلقوا مقر ديوان محافظة ذي قار ومبنى قائم مقامية الناصرية الذي يتخذه مجلس المحافظة مقرا له. وأعلن المحتجون تنظيم اعتصام مفتوح متوعدين بالتصعيد في حال عدم استجابة الحكومة المحلية بعد يوم من انتهاء مهلة حددوها لها لحل أزمة الكهرباء. انتهت مهلة معتصمي ذي قار المطالبين بتحسين الكهرباء، فقبل أن يدق جرس بداية الدوام الرسمي لهذا اليوم أغلق المعتصمون بابي محافظة ذي قار وقائم مقامية الناصرية وعادوا إلى مقر اعتصامهم أمام أكبر محطة لتوليد الكهرباء في المحافظة. اليوم الحمد لله وشكر الصبح طلعوا الشباب سدوا الديوان، سدوا مجالس محافظة، باقي الدوار احنا ما ندنا له لأن هذا دوار رسمي عالم تخدم المدينة، هذا مراجع عنده شيء عنده شغل ما لنا علاقة به. معنوياتنا عالية والشباب مصير رسالة للحكومة. هاي الحدود تكون تثبيت حصة إلى حين تحقيق المطالب. وفقا لضمانات حقيقية يشترط المتظاهرون لإنهاء اعتصامهم وعودة فتح ما أغلق من دواوين الحكومة، اشتراط مغلف بمخاوفهم من تسويف وعود الاستجابة كما جرت عليه العادة على مدى عقدين ماضيين. اليوم تم خلق ديوان المحافظة ومجلس المحافظة بأمر الشعب لحين تحقيق المطالب، والمطالب واضحة وصريحة وكل الناس تعرفها، فيطلعنا بسلمين مطالبنا توفير كهرباء وتوفير طاقة كهربائية للناصرية، محطة جديدة. على قدم وساق تسير جهود الحكومة المركزية لتحقيق الحد الأعلى من مطالب معتصمي ذي قار المتضمنة زيادة في حصة الكهرباء والشروع ببناء محطات توليد تسد حاجة المحافظة، لكن غياب الثقة بالوعود الحكومية دفع المعتصمين إلى تمديد اعتصامهم حتى إشعار آخر. من الناصرية أحمد السعيدي، يو تي في. وفي محافظة واسط قال مواطنون إنهم سيتخذون خطوات تصعيدية وينفذون اعتصاما ويقطعون طرقا في حال عدم إصلاح مشاكل الكهرباء، مطالبين بإعطاء الكوت حصة من محطة الزبيدية. طبعا الكهرباء هي مشكلة أزلية والتظاهرات عديد خرجنا بها واعتصامات عديدة ووقفات عديدة، لكن دون فائدة ودون حل مع الحكومة والسياسيين الفاسدين، خاصة وأن حصة محافظة واسط لم تعطى كاملة من محطة الزبيدية. اليوم راح تكون لنا خطوات يعني تصعيدية واعتصام وقطع للطرق كباقي المحافظات، ما حصل في ذي قار وكذلك يوم أمس قطع الطرق في بابل. واسط ستشهد تظاهرات كبيرة واعتصامات وقطعا للطرق إذا لم تنحل قضية الكهرباء وأعطاء حصة محافظة واسط الكاملة من محطة الزبيدية. محافظة واسط محرومة من قبل الكهرباء اللي هي تمتلك أكبر محطة حرارية. تصريحات الوزير الأخيرة اللي هي ساعتين بساعة لم نرى النور منها، راح نحذي حذو الناصرية اللي هي بدت بالاعتصام وراح تكون
قطع الشوارع راح يكون لنا موقف حازم بهذا الموضوع. احنا كمتظاهرين نريد حقنا مو اكثر. محطة الزبيدية كل شيء ما مستفادي منها، بس الدخان والأمراض علينا. الصراحة احنا بمحافظة واسط ان خطوات تصعيدية راح تكون، راح نحذو حذو محافظة ذيقار وتصعيدهم ونصب سرادق الاعتصام امام محطة كهرباء. احنا نفس الحالة، اذا الكهرباء ما تحسنت احنا موضوع ساعتين بساعة ما يفيدنا، ويا ريت ملتزمين انه صدق والله ساعتين بساعة. إذا نقص الكهرباء وشح المياه يعيدان المحتجين إلى شوارع الوسط والجنوب. تظاهرات مطلبية بدأت تأخذ بالاتساع والخشية من انفلات الأمن، خصوصا بعد تصدي قوات الشغب لتظاهرة في البصرة. تصعيد شعبي في الوسط والجنوب ينذر بتوسع الاحتجاجات. الماء والكهرباء المطلبان الأبرز والحاضران دائما في إثكاء شرارة أي احتجاج موسمي، لكن هذه المرة ربما يمتد لبعيد، خاصة وأن الصيف في بدايته وبلوغ الحرارة نصف درجة الغليان. محافظات عدة شهدت تظاهرات اليوم كما الأيام الماضية تطالب بتوفير الخدمات الأساسية في ظل معاناة العراقيين مع نقص الكهرباء منذ عقود، رغم الموازنات الانفجارية والتخصيصات المالية على الطاقة والمقدرة بنحو 75 مليار دولار خلال عقدين بحسب تقارير، لكن لا حل نهائيا للأزمة. في السنوات الأخيرة ارتبط اسم الناصرية بالاحتجاجات الموسمية، التظاهرات هناك شبه يومية، وفي جديدها عبر محتجون عن غضبهم هذه المرة بكتابة عبارة باسم الشعب مغلقين مبنى ديوان محافظة ذيقار ومجلسها بعد قيام السلطات بحرمان القرى والنواحي من الكهرباء لإسكات الناصرية، وهو ما يرفضه المتظاهرون. صورة الاحتجاج لم تنتهي عند أسوار الناصرية، إذ امتدت إلى البصرة التي شهدت مناوشات واشتباكات بالأيدي بينما بات يعرف بمحاضري 19,000 وقوات مكافحة الشغب أمام تربية المحافظة بعد مطالبتهم بالإنصاف، لتنتهي التظاهرة بهذا المشهد. في بابلة الصورة لا تختلف كثيرا، العشرات من أهالي مناطق الخميسية والغزالي يتظاهرون أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتوفير المياه إلى مناطقهم التي تعاني شحا غير مسبوق، وأجبرت السكان على هجر مناطقهم بعد تدهور الزراعة وهلاك ثروتهم الحيوانية في أهم المناطق الخضراء جنوب المحافظة. وكذا الحال في بغداد العاصمة، حيث انطلقت تظاهرتين مطلبيتين في ساحة التحرير وأمام مبنى مجلس المحافظة طلبا للتعيين وتوفير مصدر رزق. احتجاجات الوسط والجنوب زادت من احتمالية فتح باب الاستجوابات النيابية لكبار المسؤولين. تحدي الكهرباء بعثر الكثير من أوراق حكومة الخدمات بالرغم من موجة الإقالات التي طالت مديرين عامين في الوزارة وتقليص أوقات الدوام في المؤسسات، لكن تبقى هذه المعالجات غير كافية بنظر من يعيش في أكثر 10 مدن سخونة في العالم. عضو مجلس النواب محمد الزيادي قال إن البرلمان سيستضيف وزير الكهرباء زياد علي فاضل لبحث أزمة الطاقة معه، مشيرا إلى أن نقص التجهيز مسألة اتحادية لا تخص محافظة المثنى. لكن المشكلة اليوم النقص هو نقص اتحادي، هو مو نقص يخص محافظة المثنى، لكن اليوم كمجلس نواب ولجنة الطاقة والكهرباء وكذلك أعضاء مجلس النواب بصراحة متحمسين جدا بعد انتهاء الفصل التشريعي، والمفروض يكون كسر الفصل التشريعي لأن هذه القضية مهمة جدا، لاستضافة واستجواب وزير الكهرباء لكثير من الأمور التي يجب أن نضع عليها نقاط بصراحة، لا سيما أنه دولة رئيس الوزراء أطلق على حكومته حكومة خدمات، وبالتالي وحدة من أهم الخدمات هي الكهرباء اللي تعثرت، وأنا أعتقد رئيس الوزراء الكل سمع أنه أعطى الدعم الكامل إلى وزير الكهرباء من أجل حل هذه القضية، لكن مع شديد الأسف لم تحل هذه القضية ولا تحل إن شاء الله. لمعرفة موقف المحتجين معنا مباشرة من الناصرية حيدر الموسوي، وهو متحدث باسم المحتجين عن القطاعات الكهرباء. سيد حيدر أهلا بك. إذا
ربما الأجواء ودرجات الحرارة الساخنة هي التي دعت كل المحتجين في الناصرية تحديدا أن يخرجوا إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم، وليس هي مطالب تحديدا. الكهرباء لا تتوفر، سوء الخدمات من مياه وتوفير شوارع وكل شيء في الناصرية. هل تتوقع أن نشهد مظاهرة أكبر حجما في كل المحافظات بعد استمرار سوء الخدمات وأزمة الكهرباء؟ أهلا السلام عليكم، وحييكم وحيي كل مشاهديكم. حقيقة أزمة الكهرباء مستمرة في عموم العراق وتحديدا ذي قار، وسميت اليوم بثورة الكهرباء. حقيقة شهدت اليوم محافظة ذي قار وصول وكيل وممثلي وزارة الكهرباء ولقاء جمعهم واجتماع مع حكومة ذي قار المتمثلة بمجلس المحافظة والمحافظة وقيادة الشرطة، وهم يحملون في حقائبهم الوزارية قرارات من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء للنهوض بالطاقة الحرارية وزيادة حصة ذي قار من الطاقة. لكن حقيقة جرت الرياح بما لا تحمل حقائب وزارة الكهرباء التي عودتنا على عدم المصداقية وأزمة ثقة اليوم حقيقة نعيشها ما بين الحكومة المركزية ووزارة الكهرباء وذي قار. المحتجون المتظاهرون من أبناء ذي قار لليلة الخامسة على التوالي بعد إعلانهم والاعتصام، هم مستمرون باعتصامهم حتى تحقيق المطالب الفورية بإنشاء محطة توليد كهربائية عملاقة في ذي قار حتى تكتمل كل مناطق ذي قار أغذيتها ونواحيها حقيقة. ولن تسمح اليوم المتظاهرون ولن يعودوا إلى بيوتهم وأعمالهم حتى تحقيق المطالب الشرعية والرسمية لأبناء ذي قار الذين تحملوا مأساة على مدار أكثر من 23 سنة من سياسة التهميش والدمار الشامل للبنى التحتية وخصوصا الكهرباء وفقدان الخدمات. ماكو كهرباء، ماكو ماء، ماكو ماء، ماكو حياة في هذه المدينة. هو هذا اللي بقول لك عليه سيد حيدر. سيد حيدر، يعني اليوم المتظاهرين والمحتجين بالناصرية غلقوا مبنى المحافظة، أيضا حددت موعد حتى ينفذون الوعود. ما بعد إذا لم يتم تنفيذ الوعود من قبل الحكومة المحلية، إيش راح يصير بعد ذلك؟ إيش راح تسوون؟ حقيقة المحتجون غلقوا ديوان المحافظة وغلقوا قائمية مجلس المحافظة لحين، وهدفهم هو حقيقة واضح، الضغط على حكومة ذي قار المحلية بخصوص أزمة الكهرباء وحل الكهرباء. اليوم احنا ما نريد حقيقة اصلاحات ترقيعية، ارسلونا محولات كهربائية وقطع غيار للصيانة، ماكو مشكلة، ماكو مشكلة. لكن اليوم ذي قار تحتاج الى انشاء وبناء محطة عملاقة، محطة طيب عملاقة. سيد حيدر، يعني سيد حيدر، من جديد يعني بناء كل مناطقنا. سيد حيدر، بناء محطة توليد طاقة خاصة بالناصرية، هذا الموضوع ياخذ وقت طويل، لا أعتقد أنه راح ينحل رأساً وراح يبنون محطة توليد خاصة بذي قار. لكن نريد حلول الآن مستعجلة، ما الممكن أنه تعمله حكومة المحلية؟ حلول تحسين واقع الكهرباء في ذي قار، تحسين واقع الكهرباء في ذي قار، تغيير برامجهم هاي الخبيثة اللي هي ساعتين ينطوها ما تستمر ساعتين، كل ساعة تنقطع، كل ساعة تنقطع، والناس في يعني تنادي الغوث حقيقة. اليوم خرجت الشباب حقهم، شباب واعد جاي يطالب بالكهرباء، ما جاي يطالب بتغيير حكم ولا يطالب بإطاحة بحكومة، يطالب اليوم بأبسط الأشياء حقوقه من الطاقة والكهرباء. حقيقة احنا ما نريد نعيد كل ساعة سيناريو، احنا اليوم عندنا مرضى، عندنا قطاعات صحية معطلة بسبب الكهرباء، عندنا قضايا كبيرة حقيقة بالمحافظة. احنا اليوم نطالب رئيس الوزراء بحل فوري، احنا ما نسمح بممثلين ووكيل لا يملك صلاحية، لا يملك قرار سيادي
لإنقاذ ذي قار، لحل الأزمة في ذي قار. بالعكس زادت الأزمة اليوم، زادت الأزمة بإصلاحاتهم الترقيعية ونقاطهم بعيدة كل البعد عن واقع وزارة الكهرباء وحكومة السوداني. نحن نريد حل فوري لأزمة الكهرباء، زيادة حصة ذي قار بالكهرباء. وأنا أعتقد اليوم إحنا نطالب باسم المتظاهرون فصل الشبكة الوطنية خاصة في ذي قار مركزيا. بعد ما نريد إحنا يتحكمون بينا في بغداد، مثل ما فصلتوا البصرة، واليوم البصرة حمدا لله يستحقون أهلنا في البصرة، يستحقون رجال حقيقة قدموا ويستحقون. اليوم أكثر من 22 ساعة تزود البصرة بالكهرباء رغم الطقوس ورغم المناخات الحارة بل شديدة الحرارة، كذلك ذي قار. لا حلول اليوم ولا قرارات مركزية ولا وزارية، احنا نطالب بحل فوري لأزمة الكهرباء في ذي قار وزيادة حصة ذي قار بالكهرباء. احنا حقيقة اليوم الشباب يعني مشكلة كبيرة، لا عودة للبيوت والأشغال والأعمال إلا بتحقيق المطالب الرسمية والشرعية التي تضمنها الدستور العراقي. احنا ما نريد من بيوت الوزير ولا نريد من بيوت حكومة السودان، احنا نريد حق دستوري وحق قانوني. يعني احنا مشكلة أكثر من 100 مليار صرفت على الكهرباء، والكهرباء تراوح حقيقة. سيدي موسوي، يعني هذا الشعب ما يستحق ذي قار الشهداء والجرحى والتضحيات الجسام من أجلكم ومن أجل كراسيكم والهيمنة على الحكومة المركزية والمحلية. ماكو مشكلة سيد الموسوي، إذا سمحت لي قدموا الخدمات. لو ترفعون الراية البيضاء اطلعوا، انت مؤهل للحكم. طيب طلعوا سيد الموسوي، يعني من يرسم خارطة طريق جديدة من الشباب والرجال. سيد الموسوي، يعني يمكن أكون معلومة بعض الناس ما يعرفها، يعني أنه ثاني أكبر حصة من الموازنة العراقية هي لوزارة الكهرباء. تخيل أنه ثاني أكبر حصة من الموازنة خصصت لوزارة الكهرباء، ومع ذلك لم نجد الحلول إلها. هل يعقل هذا؟ هاي حقيقة، هي بالواقع حقيقة، وتصريحات ناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء مثيرة للجدل. يقول احنا نسحب من موازنتنا اذا 10 مليار ننطي 6 مليار لشراء الغاز من ايران او من غير منطقة او دولة، ماكو مشكلة. انت ليش ما تدعم المحافظات بانشاء محطات عملاقة على البعيد، على التسديد على البعيد، على المدى البعيد؟ شركات اليوم حقيقة تتمنى أن تستثمر في القطاع الطاقة والكهرباء بالفعل. على المدى البعيد بناء طاقة لمدة سنتان 3 سنوات، والتجديد راح يكون من القطاع النفطي، من المبالغ الموازنة، من الموازنة التشغيلية أو غيرها. ما يملك اليوم العراق ما محتاج، حمد لله جاي يصدر 6 مليون برميل واردات نفطية عليا وضخمة حقيقة. ليش العراق اليوم، خليت الشعب العراقي اليوم حقيقة في غيابة الجب؟ يعني مشكلة اليوم احنا نعيشه. ارحموا العراق، ارحموا شعب العراق، ستحاسبون بالقوة، ستحاسبون بالقوة، بالقوة الشعبية والدستورية والقانونية، ولن نسمح لكم. هذا اليوم العراق اللي يستحق أعلى درجات التقدير والعيش الكريم للمواطن اللي تكفلها الدستور العراقي. ماذا قدمتم للمدن ولعموم العراق؟ ارحموا العراق والشعب العراقي، لا يرحمكم بالأيام القادمة. احنا اليوم نعيش أزمة، مشكلة، أزمة خدمات مفقودة في المحافظة. ماكو كهرباء، ماكو ماء. قطاع الصحي عاني، قطاع الزراعي عاني، قطاع الصناعي سيد حيدر. عاني سيد حيدر. القطاع الخاص يعاني انه مصالح الناس كثير. يعني احنا نشوف الشوارع مكتظة بالمحتجين، وايضا هناك ضغط شعبي قوي على السلطات. هل هناك خشية من تكوين تشرين اخرى، ام ان الحكومة راح تعالج الموضوع؟ لا، ماكو تشرين اخرى، هي تشرين ثابتة للمبادئ والقيم واصحاب الثورة الحقيقة، وخصوصا دماء الشهداء والجرحى. لكن اليوم احنا عتبنا اليوم
على بعض رجال الدين وعلى شيوخ العشائر في المحافظة وعلى المثقفين والشعراء والأدباء وخدمة سيد الشهداء وغيرهم يتفرجون على الشباب، يتفرجون على المحتجون. اليوم المحتجون خرجوا باسم ذي قار، لا يطالبون بتعيين ولا يطالبون بمجمعات سكنية ولا قطع أراضي ولا غيرها. اليوم يطالبون ومطلبهم دستوري هو حل أزمة الكهرباء، بناء محطات عملاقة في ذي قار لإنقاذ المحافظة من الهلاك من الدمار. يعني الناس تصيح الغوث، المرضى تصيح الغوث، وين تروح؟ قاعدين بالمقاهي مع الاحترام، قاعدين في الجوامع، قاعدين في الساحات، في القاعات، في المضايف، ويتفرجون على الشباب. خلوا لكم بصمة اليوم في المدينة، هاي هم بيها حزب، هاي هم بيها تيار، هاي هم بيها قواعد أخرى للأحزاب، هاي مطلب جماهيري. حلوا أزمة الكهرباء، حلوا أزمة الكهرباء لعموم العراق وخصوصا ذي قار التي تعاني من دماركم ومن نهبكم لثورات العراق. يعني يتم تنفيذ مطالب الشعب في ذي قار وغيرها من المحافظات. شكرا جزيلا السيد حيدر الموسوي المتحدث باسم المحتجين على انقطاعات الكهرباء، شكرا جزيلا. الخارجية الأمريكية تتوعد بمحاسبة المعتدين على قواتها في العراق، هذا الملف بعد قليل. تتوعد الولايات المتحدة بالرد بشكل مناسب في حال تعرض قواتها في العراق لأي اعتداء. في الأثناء تبحث سفيرتها في بغداد ألينا رومانوسكي مجريات حوار اللجنة العسكرية العليا المعنية بإنهاء مهمة التحالف الدولي خلال لقاء مع رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني. بحث رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني مع سفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي مجريات حوار اللجنة العسكرية العليا المعنية بإنهاء مهمة التحالف الدولي، وناقش الجانبان سبل حسم الحوار بين البلدين للوصول إلى اتفاق حول جدول زمني لتنفيذ إنهاء مهمة التحالف. كما شهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وأحداث غزة وأخطار توسع وانتشار الصراع في المنطقة ومسؤولية الدول الكبرى والمنظمات الأممية في وقف مأساة الفلسطينيين. كما ناقش برنامج الحق يقال دور السفراء في العراق خصوصا الأمريكيين، وتحدث خبراء عن تدخل المبعوثين في شؤون العراق السياسية وسط تهاون في منعهم. السياسة الأمريكية تجاه المنطقة خصوصا بعد حرب غزة، هذا أمر مفروغ منه، سيكون هناك تغير في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة، وبالضرورة أن يكون العراق جزء من هذه السياسة والمتغيرات. وبالتالي تجي هذه التصريحات واستبدال السفيرة بهذه السفيرة وبهذه اللهجة يؤكد على أن السياسة الأمريكية في العراق سوف تتغير بهذا الاتجاه الأخرى. السفيرة الأمريكية ما تحدثت من فراغ، السفيرة الأمريكية في خطابها إلى الكونغرس الأمريكي بترشيحها إلى هذا المنصب حددت السياسة الأمريكية المقبلة. لا يجوز أن يزعم سفير دولة ما يتدخل في شأن دولة أخرى تحت عنوان أنه يمارس دبلوماسية شعبية، طالما أنه يحمل رمزا أو يقوم بدور سيادي تمثيلي لدولته. بطبيعة الحال هناك فجور في التدخل أيضا، أنا لا أنفي، وهناك فجور من قبل معظم دول الجوار، هذا مؤشر على ضعف وهشاشة الرموز والمؤسسات السيادية في العراق. ما الذي يجعلهم أن يتمادوا في هذه المسألة؟ حددتم حضراتكم يعني جميعا ربما من يتهاون في إعطائهم هذه الكينونة، يعني هاي الوضعية الحالة، هي أولا وزارة خارجيتنا اللي ما تقف بوجههم بالطريقة اللي تليق بالتعاطي الدبلوماسي الدولي المتبادل. يعني المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال في مؤتمر صحفي إن قوات بلاده سترد بشكل مناسب في حال تعرضها لأي اعتداء على الأراضي العراقية وستحاسب المسؤولين عن ذلك.
فيما يتعلق بوضع القوات الأمريكية في العراق سأحيل هذا الأمر إلى البنتاغون للتحدث بشأنه، لكننا أوضحنا منذ فترة طويلة أن قواتنا في العراق موجودة هناك بناء على دعوة من الحكومة العراقية للقيام بأنشطة لمكافحة الإرهاب تعود بالنفع على الشعب العراقي، وإذا تعرضت قواتنا لهجوم فسوف نرد بشكل مناسب ونحاسب المسؤولين عن ذلك. جدد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني تأكيده دعم إجراء انتخابات برلمان كردستان، فيما رحب بقرار رئاسة الإقليم تحديد موعد تنظيمها. المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي ذكر في بيان أن بغداد تبدي كامل استعدادها لدعم متطلبات نجاح هذه العملية الانتخابية وبذل كل ما يعزز مشاركة الشعب الكردي وبقية الأطياف المتآخية في الإقليم وتحقيق تطلعاتهم باختيار ممثليهم، مؤكدا أن الحكومة داعمة لجهود تنشيط الحوار الوطني بين جميع القوى السياسية في كردستان وكل التيارات الساعية إلى العمل المشترك تحت مظلة القانون والدستور والهوية الوطنية. بعثت الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي رحبت بإعلان موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان. يونامي أكدت استعدادها للعمل مع مفوضية الانتخابات وجميع المؤسسات الأخرى ذات الصلة على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2732 الخاص بهذه السنة لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة بمشاركة كاملة للمرأة وجميع المكونات الأخرى في مجتمع إقليم كردستان. من جانبه أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني استعداده لخوض انتخابات برلمان الإقليم بعد تحديد موعدها. المتحدث باسم البارتي محمود محمد ذكر في بيان أن الحزب سيبدأ الاستعدادات لخوض الانتخابات إثر معالجة جزء من الملاحظات ومواطن الخلل والمسائل الخلافية التي أشرها في العملية الانتخابية، بينما لا تزال البقية في طور الحل من دون أن يكشف عن التفاصيل. وعبر محمد عن أمله بأن تسير العملية بشكل ديمقراطي ونزيه وشفاف وتصب نتائجها في مصلحة شعب كردستان. هذا وكانت رئاسة كردستان حددت 20 من تشرين الأول المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمان الإقليم. وخلال مؤتمر صحفي دعا المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب دعا جميع الأطراف إلى وضع مصالح الإقليم أولا وإجراء انتخابات ناجحة. يحدد يوم 20 من تشرين الأول لسنة 2024 موعدا لإجراء الانتخابات العامة لبرلمان إقليم كردستان بدورته السادسة. على الجهة ذات العلاقة التعاون والتنسيق مع مفوضية الانتخابات لتنفيذ المرسوم الخاص بتحديد موعد الانتخابات. ننتقل إلى ملف آخر في النشرة، حيث يحتفل العالم في 26 حزيران كل عام باليوم الدولي لمكافحة استخدام المخدرات بهدف رفع مستوى الوعي إزاء تفاقم الظاهرة المميتة وزيادة عدد المتعاطين والمتاجرين بموادها المحظورة، وسط الدعوة إلى تكاتف الجهود لمكافحة انتشار السموم وتفشيها. والعراق واحد من بين البلدان التي صارت المخدرات فيها تمثل تحديا كبيرا وتزداد خطورتها يوما بعد آخر. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري إن مديرية مكافحة المخدرات فككت هذا العام أكثر من 200 شبكة متاجرة بالمخدرات، بينها 22 شبكة دولية، وضبطت ما يزيد على 1700 كيلوغرام من المواد المخدرة. فككنا أكثر من 200 شبكة لتجارة المخدرات، جزء من هذه الشبكات لا يقل عن 22 شبكة دولية، كميات المضبوطة بشكل تقريبي ما يقارب 1700 كيلوغرام من المخدرات، وأيضا هناك ضبطيات لمؤثرات عقلية. يعني نواع المتاجرة هو حبوب الكبتاغون ويليها الكريستال. أهم الاستراتيجيات اللي نتبعها أولا ملاحقة المتاجرين الدوليين بالدرجة الأولى والمحليين بالدرجة الثانية، وملاحقة الناقلين والموردين وإلقاء القبض عليهم.
الاستراتيجية الأخرى، المخدرات هي جريمة عابرة للحدود، لذلك اتبعنا النهج بالتعاون الدولي مع دول الجوار الجغرافي، والآن لدينا تعاون دولي رائع في هذا المجال مع دول جوار العراق وغير جوار العراق. هذا جزء من استراتيجيتنا. والجزء الثالث من الاستراتيجية، فرقنا بشكل كبير بين التجار والمتعاطين. اليوم المتعاطين هم ضحايا التجار، لذلك ذهبنا باتجاه بناء مصحات. وعن معالجة المتعاطين تحدث ميريا عن أعداد المصحات قيد الإنجاز والعمل على زيادتها في عموم العراق. الأعداد الخاصة بالمصحات هي 16 مصحة، 14 في المحافظات واثنين في بغداد. تقريبا أنجز بنسبة 95% منها، أعتقد باقي عندنا اثنين أو ثلاثة قريبا جدا تفتتح. نطمح إلى زيادة هذه المصحات أن نصل إلى 20 وإلى 30 في الأعوام القادمة. أدت أداء جيد، ويعني موضوعها كان موضوع ناجح ومشروع مهم فرقنا به من خلال المتعاطين وعن التجار، وهناك برامج خاصة بهذه المصحات. وفي إقليم كردستان، قال مسؤولون وخبراء إن المخدرات تتفشى في عموم العراق وينبغي تضافر الجهود لمكافحتها، واصفين أعداد المقبوض عليهم بتهم تجارتها وتعاطيها بأنها مخيفة. هناك لجان مختصة في الإقليم لمكافحة أو للحد من انتشار هذه المواد في الإقليم. هناك أيضا تنسيق مع الجانب الاتحادي على مستوى ضبط الحدود ومراقبة استخدام الأدوية الطبية وصناعة هذه الأدوية على مستوى الإقليم والدولة. وهناك أيضا تنسيق مكثف في الأخير بدأت مع الدول الجوار ومراقبة منافذ الحدودية، زيادة النسب في العراق على موضوع انتشار هذه المواد في كل محافظات العراقية. سابقا كان إقليم كردستان يعتبر مسار أو ممر، لأن كان نسبة التعاطي في إقليم كردستان قليلة، لكن في السنوات الأخيرة يبدو أن إقليم كردستان أصبح أيضا مستهلك، وإلى حد ما هناك بوادر أن يكون إقليم كردستان وأيضا بعض مناطق العراق تكون منتجة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وبالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة استخدام المخدرات، تشير تقارير أممية ومحلية إلى خطورة التحديات الناجمة عن انتشار السموم. العرض الآتي يسلط الضوء على عدد المتعاطين وجهود الحكومة والمؤسسات المعنية بالمكافحة. بينما يحيي العالم اليوم الدولي لمكافحة استخدام المخدرات، كشف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن أرقام صادمة لانتشار السموم والممنوعات حول العالم، مؤكدا زيادة عدد المتعاطين خلال 10 سنوات الماضية بنسبة 20%، وبواقع 292 مليون شخص، أحصاهم التقرير الأممي لغاية 2022. في العراق وبحسب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فإن ما لا يقل عن 38 ألف تاجر ومتعاط اعتقلوا خلال 3 سنوات، بينهم 7000 من النصف الأول من العام الحالي، وأتلف ما يزيد على 42 كيلوغراما من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية. منذ سنوات تشن وزارة الداخلية حملة شديدة لمكافحة المخدرات، إذ أعلنت مؤخرا صدور حكم قضائي بإعدام 72 تاجرا دوليا، وأطاحت بهم الأجهزة الأمنية، بينما فككت خلال هذا العام فقط أكثر من 200 شبكة متاجرة بضمنها 22 دولية، وضبطت ما يزيد على 1700 كيلوغرام من المواد المحظورة، أبرزها الكبتاغون والكريستال. رغم الجهود الحكومية، فإن المخدرات تبقى مشكلة كبيرة في العراق، إذ وصفتها مفوضية حقوق الإنسان بأنها التحدي الرئيسي والأكبر الذي ستواجهه البلاد في السنوات المقبلة، نظرا إلى المشكلات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي ستنجم عن تفشيها وانتشارها المتسارع في عموم المحافظات. مفوضية حقوق الإنسان أشارت إلى أن التعامل مع ملف المخدرات من وجهة نظر أمنية بحتة غير كافي،
معتقدة أن هناك حاجة ملحة إلى تعديل قانون مكافحتها لتجديد العقوبات على الإتجار بها مقابل التخفيف عن المتعاطين بوصفهم ضحايا استغلال وغياب جهود الدولة الحامية، شرط أن لا يتم إفلات التجار من العقوبات بحجة أنهم متعاطون حسب. وبهذه المناسبة أيضا نظمت الشرطة المجتمعية في بغداد ماراثون للتوعية بمخاطر الإدمان وتعزيز مساهمة الفرد في المجتمع الصحي. في اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات تجمع في بغداد عدد من المتطوعين من رياضيين وناشطين وأعضاء منظمات مجتمع مدني للمشاركة في ماراثون يسلط الضوء على أهمية مكافحة المخدرات. الماراثون الذي نظم من قبل الشرطة المجتمعية انطلق من بداية جسر الجمهورية إلى منتصف شارع أبي نؤاس بمسافة تتجاوز أكثر من 3.5 كيلومترات وبمشاركة قرابة 900 شخص. يقيم رجال الشرطة المجتمعية الماراثون الأول بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات، وهذه رسالة واضحة لمحاربة هذه الظاهرة السلبية بالمجتمع الدخيلة على مجتمعنا. اليوم المخدرات هو إرهاب وحرب، وهم يعلنون جميعا أنهم في خندق واحد من أجل محاربة هذه الظاهرة وكل الظواهر السلبية بالمجتمع. نساء ورجال ومختلف الفئات العمرية شملهم الماراثون، لكنه ركز على طبقة شباب في المدارس والجامعات والذين يشكلون الفئة الأخطر والأكثر عرضة لخطر انتشار المخدرات، رافعين شعار نعم للحياة لا للمخدرات. حبينا نشارك بهذا الماراثون نعم للحياة لا للمخدرات، هي رسالة واضحة أنه إحنا ننبذ هاي الفكرة وهذا العمل اللي يقومون به. هذا اليوم هو جدا مهم، أول شيء به توعية وتثقيف للشباب، يعني وأنا أتمنى دائما يكون ماراثون بهيج شيء ويشمل يعني المدارس وبالأخص الجامعات اللي هو الترويج دائما عندهم مستمر. رغم ارتفاع درجات الحرارة فإن ذلك لم يمنع الرياضيين من المشاركة في هذا الماراثون على أمل أن تسهم الفعاليات الرياضية في تنظيم سلوك المجتمع وتحريره من العادات السيئة. جوائز انتظرت الفائزين من مختلف الفئات، لكن جائزة الأهم تكمن في تسليط الضوء على أهمية الرياضة ونبذ الظواهر الدخيلة على المجتمع. من بغداد علي أسد، UTV. وتنضم إلينا الآن الأكاديمية والباحثة في مكافحة المخدرات الدكتور زينب البيروتي. دكتور أهلا بك. يعني مع كل الجهود والتصريحات اللي تشير إلى وجود استراتيجيات حتى تجابه آفة المخدرات، لكن الأرقام الحقيقية وحسب الخبراء يقولون بأن المتعاطين والمتاجرين وصلت إلى أرقام مخيفة، شنو تعليقك على هذا الكلام؟ طبعا أشكر استضافتكم وأشكر قناتكم لطرح هذا الموضوع المهم وهي آفة المخدرات. المشكلة تكمن في نوع المخدرات الداخلة إلى البلد وهي الكبتاجون والكريستال التي تؤثر تعتبر من المخدرات المنشطة وتؤثر على الجهاز المركزي مما تتلف خلايا الدماغ، كما أنها تعتبر من السموم، نوع من أنواع السموم العصبية اللي تؤدي إلى التأثير على الأعصاب وتسوي دامج بالتشو، يعني تلف بالأعصاب في الجهاز العصبي المركزي. هذا النوع من المخدرات طبعا يؤثر على الجهاز العصبي المركزي اللي يبيه العصب الحسي، العصب البصري، العصب الحركي، العصب السمعي، فيصير عند الشخص إدمان من الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية، فيقع الشخص الناوين أنه يعطوا هاي النوع من المخدرات من الجرعة الأولى أو الثانية يقع ضحية لهذا الإدمان. فالازدياد يكون أولا في قلة الوعي، أنه الشخص مثلا يروح مكانات غير جيدة، يختلط بناس أو أصدقاء غير أصدقاء سوء. طبعا قلة الوعي بالنسبة للعائلة، أنه العائلة لازم إحنا دائما ننصح الأمهات بتفتيش ملابس أولادها. طيب دكتور، يعني دكتور إذا الأعداد، إذا سمحتي لي، إذا الأعداد تزيد، لعد وين جهود المسؤولين ووزارة الداخلية من محاولة مجابهة آفة المخدرات؟ يعني هم دا يسوون جهود لمكافحة هذه الآفة لكن في المقابل دا تزيد.
ليش دزيد؟ لأن أكو مافيات كبيرة لإدخال هذه المواد المخدرة إلى بنا. ما دام أكو فلوس أكو مافيات تريد تبيع هذه المواد. فالحكومة ما انقصرت. طبعاً سيد معالي وزير الداخلية قام بجهود عديدة، منها مؤتمر بغداد اللي عقد في الشهر الخامس من سنة 2023 اللي جمع كافة الدول العربية ودول الجوار، وصار التعاون بالقبض على أكثر العصابات تعاون يعني خارجي باعتبارها جريمة عابرة للحدود، منها أيضا الحدود الكاميرات الحرارية اللي موجودة على الحدود، تكثيف القوات في الحدود، فحص المقبلين على حيازة السلاح، فحص المقبلين على حيازة إجازة السوق، فحص المقبلين على الدراسات العليا. طبعا الحكومة ما مقصرة في إلقاء القبض على التجار المخدرات والمروجين اللي هم أخطر من يعني المتعاطين، مروجين للمواد المخدرة. ولكن هذه المافيات تشوف أكو هذا البلد بلد غني، فتحاول أنه تدخل هذه المواد وتبيعها من عطور، من عطور مخدرة طبعا هسه تدخل للجامعات، من جلاتين، من حلوى، من فيبات، هاي تحاول إدخالها في أي شيء يدخل للعراق، تحاول محاربة هذا البلد في سبيل أنه إنتاج جيل بلا عقول. يعني وزارة الداخلية اليوم أعلنت عن تفكيك أكثر من 200 شبكة متاجرة يعني خلال هاي الأشهر من هذه السنة، وبضمن هؤلاء 22 شبكة دولية. هذه الدولية إلى أي دولة تنتمي من هذه الشبكات الدولية؟ يعني من تجي للعراق ومن أي منافذ، من أي مكان، من أي دول توصل للعراق هذه المخدرات؟ العراق باعتبار العراق بلد بأكثر من دولة محاطة به، وبدول الجوار موجودة كثيرة، وأكثرها تعتبر ممر ومستعملة أيضا مستهلكة للمواد المخدرة، فتدخل عن هذه الحدود. يعني مو بلد معين، وإنما من كافة الحدود تدخل المواد المخدرة. من الشمال تدخل مواد مخدرة معينة مثل الحشيش، من الجنوب تدخل لنا مواد مثل الكريستال والكبتاجون، أيضا دخلت لنا المواد المخدرة المخشوشة. يعني الكريستال في السابق كان يستعمل كعلاج، هو مادة من الانفيتامين، اضافوا عليها مادة ذرات الهيدروجين اصبحت الثيو ايضا الكبتاجون هو مادة الانفيتامين ومضاف يعني عليها مادة الثيوفيلين. نتحدث هاي المواد المخشوشة، تنستغل الوقت، يعني المتعاطين كيف يتم علاجهم؟ ما هو نوع العلاج؟ هل هناك تجارب سريرية ناجحة لهؤلاء؟ هل توجد اختراعات؟ نعم هنالك. نعم طبعا أنا حصولي أخيرا من الجامعة الأمريكية في مصر على براعة اختراع في إضافة الفيتامينات لمعالجة المدمن، منها فيتامين دي وفيتامين بي اللي أثر على الأعصاب اللي يتعرض عليها المدمن بعلاجه. فنشوف أكثر المتعالجين بدون إعطائهم فيتامين ممكن أن يصيبهم ضرر بالأعصاب في المشي، في الحركة، في جلطات، ولكن إذا أعطيناهم الفيتامين حتقلل في علاجهم وتسارع في علاجهم من الإدمان. المصحات الحديثة، منها مركز صدر القناة الموجود، مركز التأهيل الاجتماعي اللي قام بإنشاءه سيد معالي وزير الداخلية وسيد معالي رئيس الوزراء، طبعا هذا المركز حديث جدا والعلاج بيه كلش حديث، اللي هو يتبعون العلاج النفسي. وعندك براءة اختراع دكتور؟ العلاج النفسي يتم لمدة 3 أشهر ومن ثم العلاج. عندك يعني براءة اختراع نستعرضها على الشاشة موجودة؟ نعم والله في التليفون، براعة اختراع من الجامعة الأمريكية في مصر. نعم. في إضافة فيتامين دي وفيتامين بي لعلاج المدمن والتسريع في علاجه. نعم كذلك عندي عدة بحوث منشورة في طريقة الفحص المخدرات، طريقة فحص المخدرات، في كت فحص المخدرات عن طريق الإدرار، لأن يكون موجود المادة المخدرة من 9 أيام إلى 6 أيام خاصة الكريستال والكبتاجون، بينما بالدم يكون لساعات فقط، فتكون أسرع يعني وكذلك أرخص ثمنا، مثل هذا الكت اللي نستعمله في فحص المدمنين اللي يمكن أنه خلال 5 دقائق تظهر لنا النتيجة. هذا الكت طبعا ب 12 مادة مخدرة، 12 مادة مخدرة، منها 6 مواد مخدرة ومنها 6 مواد مخدرة، مجرد وضعها في كاب في إدرار خلال 5 دقائق حتظهر لنا النتيجة في أي مادة مخدرة هو يتعاطى هذا الشخص. طبعا سريع وفعال وسعره أيضا مناسب، وما يعني ممكن أي مفرزة يعني تشكل، تقدر تفحص أي شخص بالشارع، أي سائق شاحن،
الشاحنة، لأن أكثر سواق الشاحنات يتعاطون نعم. المواد المخدرة، أنه تخلي المواد المنشطة اللي هي الكبتاجون الكريستال تخليك 3 أيام ما تنام كذلك تخلي الشخص يعني تفقد شهيته عن الأكل، وكانوا يستعملوها كحبوب فاقدة للشهية في عام 2016. هذا شيء جيد طبعا دكتور، هاي المواد شيء جيد نعم. يعني طبعا، بس احنا الوقت الآن داهمنا بهذه المعلومات المهمة من حضرتك استفادينا منها طبعا. كنت معنا الدكتور زينب البيروتي الأكاديمية والباحثة في مكافحة المخدرات، شكرا جزيلا. وبهذا تنتهي النشرة الإخبارية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.